السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. دول حليمة عاني بيه، تحلهم الجاعات المكفولة فوق وتكرميهم يا صالحة. كل دول حليمة عاني بيه جنسه ايه دي؟ هتقعد تتفرج على الناس ولا ترحب بيهم؟ حاضر حاضر، اتفضلوا اتفضلوا. يا مرحبا يا مرحبا. ضيوف يا صالحة، فاهمة؟ ايه فاهمة. انزل انت يلا، بس شوف مصالحك ما تشغلش بالك. اتفضلوا اتفضلوا. انزل يا همام، هتتأخر على الناس. ناس مين؟ ركز. انزل انزل دي. انزل يا همام، ما شايفش حريم كده غريبة؟ يبقى تنزل. ايوه انزل. حاضر يا ابوي هنزل. مخك فاضي صح؟ يلا سويس 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 ولاد المركوب. ها ايه الاخبار يا محمد؟ حسين بيك وخليل، حسين بيك وخليل بيك اتقسموا من شيخة البلد وبيجهزوا كل عهودهم. انا بشكرك لحماية حريم يا محمد. انت استاذي، ضغطك في رقبتي. قولي ايه اخبار خاتون هانم وزينب هانم والبنات والجواري؟ استقروا في بيت شيخ العرب. بعد. يا مرحبا يا مرحبا، تفضلوا تفضلوا، البيت منور. زينب هانم شربت حرم علي بيت. صالحة شيخة العرب، اتفضلوا اتفضلوا، الوقت لي جاهز. انا صايمة يا هانم. اشكرك. وماله يا حبيبتي، لما يدن المغرب هتلاقي احلى وكيل. اتفضل اتفضل يا زينب هاني. عن اذنكم هطلع اوتي اصلي. ادعي لنا يا حبيبتي وانت بتصلي، وشها منور. اتفضلوا يا مرحبا يا مرحبا. خدي ده كتير قوي يا صالحه هاني، كتير. ولا كتير ولا حاجه، ده واكلنا العادي، والبخيل هو اللي ما ياكلش زي. انا براهن على رؤيه شيخ العرب، راجل زي ده عشان خاطر ناسه ممكن يديني الامان. طبعه ميال للخير. معقول علي بك؟ يعني هو ده رأيك فيه؟ شت، وطي صوتك. احنا عنده وحطانه جايز يكون ليها ودان. طب افهم. افهمك، النوع ده من الرجالة مستو انه لو ادى كلمة ما يرجعش فيها ابدا، ولو قطع على نفسه عهد ما يرجعش فيه. سبحان الله علي بك. انا عارف انت مستعجب على ايه. انا غير شيخ العرب همام ابن يوسف، أنا جن علي. لكن في يوم من الأيام اسمي علي، ولا في يوم من الأيام عرفت بلدي. أنا راجل غريب اتخطفت، شكلت الدنيا وعجنته الأيام. لكن شيخ العرب همام ابن يوسف ابن أحمد ده صنف تاني. الذكاء إنك تعرف طبعك وطبع غيرك وتستفيد من اللي طبعه غير طبعك. مش فاهم. افهمك يا ابو الدهب، الدنيا دي قايمه على الاختلاف مش الاتفاق. هي قانونها كده، والشاطر اللي يخلي اختلافه مع غيره ده لصالحه. هو طبعه المروءه والوفاء بالعهد، وانا طبعي الدوران مع الدنيا زي ما تدور. انا طبعي يسمح لي ان انا امدله ايدي، وطبعه ما يسمحلوش ابدا ان يرفض ايدي الممدوده دي. يا مولاي ده انت قولها يا ابو الدهب، ده انت داهيه. درتك يا حبيبتي. يا ريتها كانت درتي كنت ارتحت. امال ايه؟ دي يا حبيبتي مرات عثمان بيك الفقاري، من ساعه ما جوزها هرب وهي عندنا، وعلي بيك واقع في غرامها يا ستي. ايه يا ساتر يا رب، انا ما فهماش. احنا ما عندناش الكلام ده. يعني هي مرته ولا جاريته؟ وبعدين كيف تبقى على ذمة راجل تاني وعنده؟ عمل المستحيل علشان تحبه، عرض عليها كل حاجة وهي رفضت كل حاجة، حتى الجواز رفضته. ليه يا ابوي؟ ما دام عاوز يتجوزها في الحلال. عشان هي في اعتقادها انها لسه على ذمة عثمان بيك. اصيلة والنبي،
دي من ساعة ما جات وهي قاعدة على سجادة الصلاة. أنا كنت بغير منها في الأول قوي ولسه بغير منها، بس اللي خفف الغيرة جوايا شوية إنها مش عايزة حاجة من علي ولا من الدنيا كلها. أمال ليه لسه الغيرة جواك يا حبيبتي؟ عشان أنا متأكدة منه إن علي بيحبها قوي ومش بيحب حد تاني أبدا قدها. همامجي بالإذن نكملوا بكرة، كملوا بكرة. الرسالة دي لازم توصل للباشا في مصر بمنتهى السرعة وبأي طريقة أبو الدهب. لازم يعرف إن هنا زمام الأمور بإيدي أنا. مع السلامة يا صديقي. بنتي يا ورد، نحتاج نطلع فوق عند زينب هانم دي، نقعد ونتحدثوا معاها، نشوف حريم بحري شكلهم ايه، هيعملوا ايه كده يعني. بس انا اختي اقعد معاها، دي غريبه. لا غريبه ولا حاجه، دي ضيفه. تعالي شجعيني نطلع فوق، هنقعد وطلينا على الحيطان كده. وهمام؟ ماله همام؟ حرج عليك ما تطلعيش فوق عندها؟ لا بس يزعل. ومين هيقول له؟ يا انا يا انتي، مين تاني هيقول؟ لا انا اقول له. يلا بينا. اهلا سبحانة، اتفضل. انا بقول له عليكي تكوني عاوزه حاجه ومكسوفه، ما تتكسفيش بيتك ومطرحك. شايفه لابسه ايه؟ ازاي؟ مين فيكم حرم همام بك؟ اسمه شيخ العرب همام. احنا التنين يا حبيبتي. ما شاء الله، شيخ همام ذوقه عالي قوي. ده زوجك يا حاجه زينب. زينب هانم او زينب بس؟ حلوه قوي قصه الفستان دي. الترزي في اسطنبول. تعيشي وتلبس يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، اللي يشوفكم حقيقي يقول اخوات، مش ممكن تكونوا دراير ابدا. درة اللي قدامك دي انا اللي نجيتها لجوزي. تبارك الله ما شاء الله، ربنا صالحة هانم اداكي عقل كبير قوي زي قلبك الكبير انك تختاري عروسه قمر كده لجوزك يعني. كله من زوجك يا هانم، كله من زوجك. انا اللي نجيتها كانت عفشه قوي، بس هم غيروها. قصة كبيرة كده يعني. أنا مش فاهمة حاجة صالحة هانم. ولا أنا يا حبيبتي فاهمة حاجة لحد الوك، لكن أمر ربنا. وعلي بيه اسم الله عليه ما تجوزش عليكي؟ لا، علي عنده جواري، أنا أم البنات والزوجة الرسمية. لا، همام عمره ما دخل على البيت جارية، جابوله كتير بس يقول لا. صالحة بالدنيا. صالحة ورد اليمن. معقولة راجل في مكانته وهبته وغناه ما عندوش جواري؟ لا يا حبيبتي، وهيعمل بيهم ايه؟ ما احنا مرزوقين اهو، هنروحوا فين؟ يخدموا؟ العبيد كتير. يدلعوا؟ احنا نخدموه ونجلعوه ونزعلوه ونصلحوه، احنا كل حاجة. انتي لطيفة قوي صالحة هانم، تعرفي انتي ليكي عندي هدية حلوة قوي، وانتي كمان وردة هانم. خير؟ مولانا الباشا من خادمكم علي بيك، وإن الآن متمكن ومتحكم في الصعيد، وإن حدث لا قدر الله في الأيام القادمة وقطعنا إمدادات الصعيد من قصب وقمح عن المحروسة، فهو ليس عداء لجنابكم ولكن منعا لوصولها للأشجار، وأنت تعلمهم. واعلم أني وصالح بيك في طاعتكم وولائنا لكم، فأعينونا على الأشرار ولا تعينوهم علينا أو تلقوا لهم بأموال الميري بأي طريقة، ونحن معكم وفي خدمتكم. مش على حبك بيخيبني. بالعكس يا صالحة هانم، ده هيحبك وهيموت عليك. بالزمان فين؟ أخاف يكسر رقبتي فيها. سمعته هيزعق ويخرب الدنيا هغسل انا وشي، لو لقيته ساكت هستناه. الحمد لله انها ليلتي. شفت الكهنه؟ الراجل يدخل عليا يلقاني كده. يا ساتر يا رب. اتفضلي صح هنا. هديه مقبوله، بس لو حصل حاجه هتبقى عيبه كبيره. بس على فكره دي مش هديه ولا حاجه، دي حاجه بسيطه قوي. لا هديه هديه. اتفضل اتفضل. نعم يا ست.
هتضحكي على ايه يا ملكومة؟ ولا حاجة يا ستي، شكلك حلو. اتفرج يا حبيبتي، احنا ما عندناش جواري لكن عندنا عفاريت. هات الدهب يا حبيبتي بسرعة، ولا اقول لك غوري غوري. حاضر حاضر يا ستي. خدي اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده فرحانة؟ هدية. بس ده كتير قوي، انا ما عملتش حاجة عشان كل ده. لا اقول لك ايه، احنا كده هدية قبال هدية. ولا اغسل وشي؟ لا 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 كده احسن، خليك كده، هدية مقبولة. شكرا. الله يبارك فيكي. اما نشوف اللي عملتيه فينا ده هدية ولا خازوق. اقول لك ما تيجي نبدل اليومين دول، يعني عشان لو فيها ضرب ولا قتل ولا حاجة زي دي. لا يا حبيبتي، كل واحدة وليلتها. وشك بجرايق اهو، لو نعرف كده يا بيه كنا شايعنا جبنا بالذهب من بدري عشان تحس بالامان وتاكل. الامان في عهدك وكلمتك. اشور ناسي الاول. انت صاحب الامر والكلمه. المشوره واجبه عندنا يا بيه. طيب عبال ما تشاورهم انا عايز منك خدمه يا شيخ العرب. عايزك تمنع القمح والقصب عن بحري.